يا ترى ايه اللي شغلنا كلنا في الوقت الحالي؟ بالتأكيد فلسطين واخواتنا في غزة. طب يا ترى احنا مشغولين بيهم علشان هما ترند، ولا احنا مشغولين بيهم علشان دي قضية حياة بالنسبة للأمة العربية وبالنسبة للأمة الإسلامية؟ في الحقيقة احنا لازم ننشغل بيهم، لان دي قضية أمة عربية وإسلامية، ولازم يكون شعارنا خلي السلاح صاحي، لأن المشهد ليس كما يبدو، المشهد له ما وراءه. التنظيم الخفي للعالم يحضر لهذه اللحظات منذ سنوات عديدة، والماسونية العالمية تهدف إلى ما حدث وتخطط له. يعني لم يكن وليد اللحظة ولا صدفة، المقصود هو مصر، لأن إذا سقطت مصر سيكون سقوط كل من حولها بسهولة شديدة. يبقى لازم نخلي السلاح صاحي ونفهم ما وراء المشهد. كل اللي يتابع التصريحات الإسرائيلية على المحطات الأمريكية وكذا الأمريكان، يجد أن كل همهم هو عبارة عن فتح الحدود وضرب غزة بكل قوة، حتى لا يجد أهلها منفذ لهم غير أنهم يقتحموا سيناء. لدرجة أن مذيع سأل بكل بساطة، هتودوهم فين ما كل حتة مغلقة؟ مذيع في إحدى القنوات الأمريكية سألهم كل الحدود مغلقة، فجاوبوا وهو بيضحك مصر، يروحوا سيناء بمنتهى البساطة. مش هعلق على النقطة دي أكتر من كده، لكنها كافية لرؤية ما وراء المشهد. تاني نقطة، ناصر وقاطع. في كل فيديوهاتي وأنا بصمم إن إحنا نهجر سلوك القطيع، فهيا بنا نسأل ماذا نناصر وماذا نقاطع. أول حاجة نناصر كل ما هو حق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بلاش يكون هدفنا نركب الترند، وإن القضية تتحول إلى الريتش والمقابل من الريتش على السوشيال ميديا. يعني في أيام حرب 73 لم يسجلوا أثناء فترة الحرب ولا سرقة واحدة ولا جريمة واحدة. يعني الشعب والجيش بقى حاجة واحدة، وأولوياتهم بقت الوطن. يعني بلاش نبقى منافقين، وخلينا نبتدي بجهاد النفس. يعني بلاش نعمل فيديوهات على السوشيال ميديا كلها تشويه لقيمة الأب والأم والأبناء ورميهم في الشارع، وإن اللقمة تبقى أهم حاجة تتخبى من اللي حوالينا، وإنه أهم حاجة مين اللي خان مين هو اللي يعمل لك الترند. يعني يبدأ بنفسك، ناصر الحق وقاطع الباطل، واخلص لما تدافع عنه.